ضريح محمد الخامس بالرباط ترأس مساء اليوم أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد. ترأس جلالته حفلا دينيا إحياء للذكرى 25 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراها. الحفل الديني تميز بتلاوات آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. وفي ختام هذا الحفل تم رفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد فقيد المغرب بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه. كما ابتهل الحضور إلى الباري تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد ويجعل النصر والتمكين حليفا له في كل ما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي، وأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة.